قصة الرجل العجوز في القرية. يحكى أن رجلا عجوزا كان يعيش في قرية بعيدة، وكان أتعس شخص على وجه الأرض، حتى أن كل سكان القرية سئموا منه لأنه كان محبطا على الدوام ولا يتوقف عن التذمر والشكوى، ولم يكن يمر يوم دون أن تراه في مزاج سيء. وكلما تقدم به السن ازداد كلامه سوءا وسلبيا. كان سكان القرية يتجنبون قدر الإمكان، فسوء حظه أصبح معديا، ويستحيل أن يحافظ أي شخص على سعادته بالقرب منه، فقد كان ينشر مشاعر الحزن والتعاس لكل من حوله. لكن وفي أحد الأيام، وحينما بلغ العجوز من العمر 80 عاما، حدث شيء غريب، وبدأت إشاعات عجيبة في الانتشار. الرجل العجوز سعيد اليوم، إنه لا يتذمر من شيء، والابتسامة ترتسم على محياه، بل إن ملامح وجهه قد أشرقت وتغيرت. تجمع القرويون عند منزل العجوز، وبادره أحدهم بالسؤال: ما الذي حدث لك؟ وهنا أجاب العجوز: لا شيء مهما، لقد قضيت من عمري 80 عاما أطارد السعادة بلا طائل. ثم مررت بعدها أن أعيش من دونها، وأن أستمتع بحياتي، وحسب لهذا السبب أنا سعيد الآن. العبرة المستفادة من هذه القصة القصيرة هي ألا تطارد السعادة، بدلا من ذلك استمتع بحياتك.